عامل 27 جنيه. الابيض عامل 27 جنيه. الابيض تلج بيوت عامل 28 جنيه.
الشاش الصفر عامل 15 جنيه، الشاش الصفر عامل 15 جنيه، ابيض فلز الديوك عامل 28 جنيه، ابيض فلز الديوك عامل 28 جنيه. كشكول بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الابيض وش عامل 27 جنيه، الابيض وش مخلط ديوك في برادل عامل 27 جنيه، ابيض وش عامل 27 جنيه، ابيض فلز الديوك عامل 28 جنيه. الساسو عامل 15 جنيه. البط يا جماعة وصل بسم الله ما شاء الله تبارك الله، البط وصل دلوقتي، بس البط أسعاره رفع، البط للأسف أسعاره رفع. البط وصل، موجود المولر، موجود المشرف، موجود مولد، في مقفية وسامح مسكوت جاي. معايا الكشار ولا لسه؟ لا والله ما اعرف. طب والبيور والفرنساوي؟ ايوه في ساسو، الساسو عامل 15 جنيه ما شاء الله. البط موجود بط مولر وموجود بط مولد او مشرط، موجود بط مولر وموجود مولد او مشرط، موجود يا جماعه. زي القفص ده اللي ده يا زينب، موجود يا جماعه بسم الله ما شاء الله تبارك الله. موجود البط بسم الله ما شاء الله. البط جه دلوقتي، اللي كان عاوز بط، لا مش اللي بيسأل على البط، البط موجود دلوقتي، اللي عاوز يلحم البط هو موجود دلوقتي بفضل الله 100، بس اللي عاوز يلحق لان البط على طلب جامد. البط ولا في الله يسلم يا جماعه، حسين طيب. البط موجود دلوقتي، البط المولر والبط المولد موجود دلوقتي يا جماعه، اللي محتاج منه يلحق دلوقتي هو موجود بفضل الله اهو، بس اللي عاوز يلحق لان البط على طلب. موجود البط المولر بسم الله ما شاء الله، ده بط الشركات يا جماعه، بط عريضة بسم الله ما شاء الله، شايفين البط عامل ازاي قدام. والسمان انت كلمتها الاول عشان كانت قايله امبارح ان انا السمان، بس كان في ناس مش معليه عاوزين هو يمشي مش عارفه. كلمها كده اسال، انت ما شركه حلو باين ولا حلو كده؟ انت رحت لها قبل كده يا عم حسين؟ رحت لها قبل كده؟ اللي هي اسمها ابو سعده، ابو سعده ولا ابو سعده؟ اللي هي بتاعت صانع الحجر دي، اسمها ابو سعده ولا ابو سعده؟ هي بتقول لك يا زينب، انت ولا طب بتاعتهم والله؟ طب ضروري لان هي سالت امبارح، عارف الجواب ايه؟ خد تليفونك حسين، اسمع ابو سعده ولا ابو سعده؟ كله بسعادة تقريبا. البط اهو يا جماعه بسم الله ما شاء الله تبارك الله، موجود بط مولر، موجود بط مولد، موجود بط مشرف، البط المسكوف لسه جاي في الطريق. ابو سنه هيجي بط فرنساوي وبيقول كل انواع البط، بقيت البط جاي يا جماعه، والموجود دلوقتي مولر وموجود مولد اللي هو اول مشرف زي ما بيسموه، وكل انواع البط جاي. رن على مين؟ بتاع الشرقية، مصطفى هيكلم، هي في الفصل أصلا. نعم. حافظوا أخيرا حافظ حاجة عن مكان. الساسو، الساسو عامل 15 جنيه، الساسو عامل 15 جنيه. الأبيض، فلز الديوك عامل 28 جنيه. تعالى يا زينب كده. الابيض عامل 28 جنيه، الابيض عامل 28 جنيه، الديوك عامل 28 جنيه، ابيض على وشه عامل 27 جنيه، الابيض على وشه عامل 27 جنيه، ابيض على وشه عامل 27 جنيه، ابيض على وشه يا جماعه عامل 27 جنيه، ابيض فلز الديوك عامل 28، السمانه القمر اللي معانا دي
عامله النهارده 7 جنيه وربع 3 اسابيع. السمانه النهارده عامله 7 جنيه وربع 3 اسابيع. واللي عاوز سمان يلحق دلوقتي يا جماعه عشان محدش يحجز ويزعل. السمان ده اللي عاوز يلحق دلوقتي بالذات الاهالي لانه مطلوب منه كميات، يعني هيتاخر شويه مش هيلاقي، فمحدش يزعل يا جماعه. اللي عاوز دلوقتي هيستعجل كده. خلاص ولا لسه عايز حاجه؟ السمانة دي ما شاء الله عاملة 7 جنيه وربع عمر 3 أسابيع. السمانة مات؟ كلها على الصفحه اللي مش عارف تتابع الباص هننزل بص كامل كل الاسعار على الصفحه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما اقفل يا جماعه اللي محتاج سمان يلحق عشان محدش يزعل زي امبارح. اللي محتاج يلحق دلوقتي، محدش يحجز، اللي محتاج يلحق دلوقتي. وهاتوا كرتون وانت جايين بعد اذنكم لو سمحتوا، هاتوا كرتون وانت جايين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.